تغدار نشويات وكميات مفتوحه والسلطه اكبر حاجه. ما حرمتوش ده كده فلك، ما حرمتوش. رجاء بقى انت عايز تاكل حلو هاكلك حلو برضو. امتى بقى؟ امتى بقى؟ ثانية ادخل بقى على القطايف امتى وادخل على الكنافة امتى؟ ممكن نعملها بطريقتين برضو عشان ما نزعلش الناس. في واحد يقول لي انا عايز اكسر عليها، خلاص بدل ما تكسر بالبلحايه او بشويه العصير لا اكسر بوحده القطايف بتاعتك مش بالطبق عشان هو كسر. وفي ناس تانية يقول لك لا انا بحب احلي بعد الفطار بعد الاكل، خلاص ادي مساحه لمعدتك تهضم جزء من اللي كلته بعد وبعديها بشويه ابدا القطايف والكنافه. يعني اديها ساعتين ساعتين ساعتين، يعني لو بعد بتصلي العشاء تعالى خد القطايف بتاعتك. طب انا مش قادر وعايز اكل ساعتين. لا تقصد بعد التراويح بعد الصلاه يس. اوكي بعد ما يصلي تراويح يجي ياخد الحلو بتاعه. طب انا مش عايز كده، عايز احل على طول. خلاص رجاء سيب لها حته من معدتك، ما تبقاش موصل الاكل لغايه هنا وبعدين تحط قطايف لغايه هنا. لا خلي الاكل شويه، سيب براح، سيب يجوز يعني مش وياكل وما عنديش مشكله خالص ان هو هياكل. وخلي بالك لو هو التزم يا استاذ عزه بالكلام اللي احنا بنقوله غصب عنه مش انا، بيجي يقول لي انا مش قادر اكل ايوه والاكل هيفضل قدامه بعد ما يركنه وهو نشن على النشويات ونشن على البروتين يقول لك ما قدرش اخلصه. عارف ايه اللي خلاه ما قدرش يخلصه؟ ايه؟ الفقره اللي راح صلى فيها. الوقت اللي راح صلى فيه. ده اشارات المخ ابتدت تيجي بسرعه 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 بتديله احساس بالشبع، يبقى احنا مش مانعينه بس هو شبعان ومش قادر ياكل. فاهم ازاي؟ ووجبه الفطار دي اهم بالنسبه لي لليوم التاني من السحور.